قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله، صلى الله عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلى الله عليه. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، صلى الله عليه. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، صلى الله عليه. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا، صلى الله عليه. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فضلنا ورجانا، يا الله. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، صلى الله عليه. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا، صلى الله عليه. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا، يا الله. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، يا الله. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا، يا الله. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا، يا الله. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، يا الله. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا، يا الله. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، يا الله. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا، يا الله. ولقد رجوناك فحقق سولنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا، يا الله. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا، يا الله. وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا، يا الله. واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا، يا رب. واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا رب. واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا رب. واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، بالمصطفى صلي عليه وآله ما حركت ريح الصفا أرضانا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين، آمين.